السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم تاني. طبعا انا قلت لكم هعمل لكم صابون من لا صابون، يعني حاجة ببلاش لا تذكر. بصوا دي بالظبط نص كوباية مية، يعني حاجة صغيرة ما فيهاش مية، بس انا عشان البطاطس فانا بعمله ايه كتير. بصوا نص كوباية مية. بعد كده البطاطس انا باخد بس منه معلقتين اتنين، يعني ممكن تجيبي ربع كيلو وتاخدي منه معلقتين وتشيليه عشان ايه بعيد عن الاطفال، وده بالظبط معلقتين دقيق كبار، ومعلقه ملح. بصي معلقه ملح واحده، ومعلقه سكر. على فكره السكر ده مركون عندي، يعني انا مش خسرانه حاجه. السكر ده كان مركون، كان مكبوب عليه ميه وركنته وبقى بالمنظر ده. حلو ده ما شاء الله لتر صابون. بصوا ده لتر صابون. الصابون ده انا ما بشتروهوش، انا بعمله في البيت. بصوا اللهم صل على النبي، وعامله كمان ايه بقشر البرتقال، استفان من البرتقال زي ما انت عايزه. ماشي، ودي الخشبه بتاعتنا اللي احنا بنعمل بيها كل مره. بصوا ايا كان خشبه ومضرب اللي انت عايزاه، مضرب عادي طبعا، بس يستحسن تجيبي خشبه تعملي بيها وتبقى معاك على طول. ده الطبق ما فيهوش اي حاجه، بصوا فاضي، بصوا فاضي ما فيهوش حاجه. ده لتر ميه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا اهو لتر ميه مش اي حاجه. بصوا لتر ميه، بصوا اللهم صل على الرسول عليه الصلاه والسلام. ده الدقيق، بصوا بقى الله اكبر مفيش اي حاجه. بصوا معلقتين دي، بصوا بصوا مفيش اي حاجه غير الدقيق، معلقتين الدقيق ولتر ميه. حلو كده ماشي. بعد كده بجيب النص كوبايه ميه اللي انا حطاها، ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك. خلي بالكم النشا دي اهم حاجه تبقى بعيد، يا ريت تلبسي كمان. ادي معلقه وكمان معلقه، بصوا ما خدتش اكتر من كده. بصوا بصوا في حته وقعت في الارض، بصوا اهي دي المعلقه شكلها. بصوا اذوب بقى ايه ده كده اللي هو ايه البطاطس بالميه، بس بالراحه. تفضلي تقلبي 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 بالراحه، اهو يا نص كوبايه، يعني قولي كوبايه المج بتاع الشاي اللي احنا بنشرب فيه، حطي كوبايه المج بتاع الشاي. بصي تقلبي البطاطس كده بالراحه، طبعا انت قلبت الدقيق. بصي بصي كان نفسي اوريه لكم، بس ايه هوريه لكم ان شاء الله. بصي طبعا عشان معيشه الموبايل بصور بيه، بصي بيتقل بسرعه. بصي اهو، بصي بصي لزج ازاي، بصي بصي لزج خلاص بقى جيلي. بصي جيلي، جيلي مجرد، بصي بقى جيلي. بصي اهو، بصي بس عامل ازاي، بصي عامل ازاي، عامل زي الجل بالظبط زي الجل. تحطي بقى ايه، تحطي السكر، بعد كده تحطي الملح ماشي، وتقلبي برضو كويس قوي. بصي كل ما بتقلبي كل ما يتقل بتزودي ميه. بصي انت طبعا عندك لتر صابون، ممكن تجيبي اللتر الصابون ده من بره، مش شرط، انا عاملاه في البيت فما بحتاجش ايه اشتري من بره. بصي وتقعدي بقى تقلبي، بصي بيبقى لازق ازاي وتقيل، تقعدي تزودي ميه. بصي بصي اللهم صل على النبي، بصي بيبقى تقيل ازاي. بصي بصي
وكل ما تزودي ميه كل ما بيتقل اكتر. بصي اهو جميل، بصي اهو بالشكل ده. تقعدي بقى ايه تقلبي تقلبي وتزودي ميه، تقلبي وتزودي ميه، تقلبي وتزودي ميه بالظبط. بتحطي 10 لتر، يعني انت حطيتي لتر، وقولي اللتر الصابون يعني بتحطي 8 لتر ميه، لتر لتر. بعد كده بتعبيهم في ازايز نظيفه وبتخليهم تغسلي بيهم المواعين، تغسلي بيهم اي حاجه. بص بيبقى تقيل، بص لزج، بص لزج ازاي، عامل زي الجل، بصي زي الجل بالظبط بجد، منتهى الجمال. بيطلعوا لك بالظبط 10 لتر صابون. بصي 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 انا زي الجل ازاي. بصي عايزه تجيبي برضو صابون من بره، بتجيبيه اخضر وتقيل. بصي تقيل، انا حتى مش قادره اقلب يعني. بصي 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 ده هو تقيل. تحطي بالظبط 10 لتر، لا بتحطي كده 8، عشان احنا حاطين لتر صابون ولتر ميه اهو. بص بالظبط ستيل ازاي، تبقى بتزودي له 8 لتر بيبقى عامل معاك 10 لتر، وممكن تحطي العشر وتحطيه في جردل نظيف وتاخدي منه، وكل ما بتاخدي منه كل ما بيتقل، يعني كل ما تيجي تاخدي بتبص تلاقيه تقيل تقوم تقلبيه. احتاج ميه بتحطي، ممكن بقى تجيبي انت ما عندك الصابون في البيت، تجيبي لتر واحد بس، اللتر ده بتجيبيه لتر نظيف اللي هو ب5 جنيه ب6 جنيه، اللي هو بس احنا بناخد منه 3 حاجات، الريحه والجريسلين واللون، وبجد بيبقى احلى صابون. بصي اللهم بارك، يعني بجد صابون في منتهى الجمال. بصي اهو مديني اللون اخضر كمان، يعني انا عشان ايه اهو، بصي اللون بصي برتقاني، عشان عاملاه اصلا بقش البرتقال، ومره ان شاء الله اجيب لكم البرتقال واعمله لكم. بصي جميل، بصي ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. يا رب يجعلها جمعه عليكم خير لنا كلها، يا لنا كلنا، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، والشعب المصري جميعا يا رب يبقى بخير، وربنا يحمينا جميعا يا رب، ويحافظ لنا على اولادنا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.